ميرفت؟ ما ترد. طيب يا حسام بيه، بقالي اسبوع برنلك. ايه انت اتضايقت لما شفتني؟ لا لا، اهلا وسهلا. هو الباشا هنا في شرم؟ لا، بنت الباشا بس. ممكن تقعد بقى وتعزمني على شيء؟ لحسن انا ما نمتش من امبارح ومش شايفه قدامي. هات لنا اتنين شاي يا ابني. ايه الحكايه يا حسين؟ بكلمك بتشوف رقمي وما بتردش عليا. هو انا مش خطيبتك؟ مش انت جيت البيت انت وباباك وطنط وقرينا فاتحه؟ ولا انا كان بيتهيألي؟ هو الباشا مالكيش ان الموضوع اتأجل شويه؟ انا ماليش دعوه بالباشا، انا اللي يهمني موقفك انت ايه بالظبط. هو سيادة اللي هو عارف انك جايه؟ لا طبعا، انا جيت من نفسي وما قلتش لحد. ايه؟ لا لو سمحت يا ميرفت، انا لا يمكن اوافق على كده ابدا. توافق على ايه؟ هو انا جاي اطلب منك تمديلي على ورقه؟ انا جاي يا حسام بيه عشان اتكلم في حياتنا ومستقبلنا. يا ميرفت اللي انت عملتيه ده غلط، انت لازم تنزلي مصر دلوقتي حالا. انزل مصر؟ انا لسه جايه من نص ساعه، ثم انا طيرت الساعه 3. ولو سياده اللي هو عارف انك انت جيتي من غير ما تقولي له هيبقى كويس؟ حسام انت بتحبني ولا لا؟ لو سمحت يا ميرفت، ده ما كان شغلي وما يصحش ابدا اني ما يصحش. ايه بالسهوله دي تستغنى عني يا حسام؟ ثم بابا كان قال لك ايه؟ معترض شويه على تصرفات اونكل؟ ايه يعني؟ لعلمك بقى يا حسام، انا معجبه جدا بشخصيه باباك، لانه انسان قدر يعيش حياته صح، قدر يعمل اللي انت ما عرفتش تعمله. على راي داليا، الانسان اللي فوت على نفسه فرصه سعاده وما يعيشهاش ما يستاهلش انه يعيشها تاني. انت قابلتي داليا كمان؟ ايوه. ولعلمك بقى، داليا هي اللي اقنعتني اني اجيلك هنا، وهي كمان اللي قطعت لي التيكت. حط الشاي عندك. بص يا مرد، الباشا عنده حق. ابويا مش هو الشخص المناسب اللي ممكن يحط ايده في ايد سيادة اللواء. وانا كمان انا ما عنديش استعداد افضل طول عمري ادفع ثمن غلطات اب مستهتر عايش حياته بالطول وبالعرض. هو بابا كان غلط في ايه؟ اتجوز كم مرة؟ طب ما يتجوز، كل واحد حر في حياته الشخصية. ارجوك يا ميرفت، الموضوع ده اتقفل خلاص. انا جيت هنا شرم الشيخ علشان ما نفتحوش تاني. ده قرارك النهائي؟ ايوه. وعلى فكره تقريبا في طياره كده بعد ساعه نازله مصر، لازم تنزلي مصر دلوقتي حالا. ارجوك يا ميرفت وتنسي خالص انك جيتيلي. الو. ايوه رشاد، احجز لي مكان على اول طياره نازله مصر بعد نص ساعة. احجز لي التذكرة دي. أنا هقعد معاك السواق عشان وصلت لحد المطار. خلي السواق يوصل الهانم لحد المطار دلوقتي حالا، طيارتها بعد نص ساعة. توصلي بسلام.